سميرة سعيد تتغزل في متسابق سوري وتفاجئه بهدية رائعة. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. تغزلت الفنانة سميرة سعيد في المتسابق السوري ربيع الذي أشعل مسرح ذا فويس الموسم الخامس بجمال صوته الذي دفع كل لجنة التحكيم للالتفاف إليها. استطاع المتسابق السوري أن يشعل مسرح ذا فويس بغنائه لكوكب الشرق أم كلثوم، وعندما حانت اللحظة الحاسمة ليختار أي عضو تحكيم ينضم إلى فريقه فاختار سريعا الانضمام إلى سميرة سعيد. أبدت سميرة سعيد سعادتها الكبيرة باختيار المشترك السوري لها لتتغزل به قائلة: حبيبي زي القمر، ثم أعطته هدية لافتة عبارة عن أول أسطورة طرحت لها وهي في عمر 12 عاما ومضت عليها حتى تظل ذكرى لا تنسى لها. وشددت الفنانة المغربية على سعادتها الكبيرة من اختيار المتسابق لها، فهذا يعني لها الكثير إلى جانب إشادتها بقوة صوتها، ويعد هذا المتسابق هو الأول في فريق سميرة سعيد. يذكر أن اليوم هو الحلقة الأولى من الموسم الخامس من برنامج ذا فويس الذي يشارك في لجنة تحكيمه الفنان راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأحلام. شكرا على حسن متابعتكم، ودائما الجديد في قناتكم قناة كوكب الفن. إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.